منتخب البلجيكي لم يخسر في الدوري. كيل تحصلنا على مركز أول. كرين إنسو شيفو باتريك في مستوى كأس العالم. الكنترول والتسديد والكرة عند شداد بلجيكا يطالب بضربة جزاء. بوكانان نتابع الركلة. الفونسو دايفيس كونتو أدل والركلة ضايعة. هذا هو شداد بلجيكا. ركلة جزاء ضايعة. كورتوا يقول أنا موجود أمام الإعادة في ركلة. الموجة الشهيرة ثلاث مباريات لم يسجل بين الكورة من بعد شوية طنطا يسهل عند الحارس يوستاغيو. الاستلام أنا انتقل لكارد عمره 5 سنين. كورة شارت الدفاع البلجيكي البطيء جدا. الكرة تصوب دانتي خارج مكان. منتخب الكرمبي يمتاز بسرسكو. بس الكرة عند إيدن هازار. إيدن هازار يسترجع كرة فريق الكرمبي. سيكاسوي يحتسب خطا اليسار. بلجيك يتكلم الفلامو والفرنسية. ضبط الكرة معاه هازار. التدخل موجود. سيكاسوي يحتسب خطا لصالح وسعيد وممتع لفريق المدرب الشورتن. لما خسرنا بيوغوسلافيا كانت راحت كره خطيره للمنتخب الكندي. الكره خارج الميدان. هذا هو المنتخب الكندي بقياده جوناثان ديفيد. يعرف بلجيكا اللاعب اللي ينشط في فريق الكندي ترجع بالتدخل من شان فيرتون جيم الى ضربة مرمى دور النهائي. كرة ترجع من ميلر. ميلر كرة التقدم امام ايدن هازار. ايدن هازار كرة تلعب الان في مناطق الفريق الكندي. الحق ترجع للكرة. الفونسو دافيس هذه تسديدة لكن بعيدة من هاتشينسون. 39 سنة دولي مونتي والفردي هازار لباتشواي لوجور مستمر. جونسون والحارس كورتوا تصدى هجمات مستمرة. صحيح الهجوم كندي. الفريق الكندي ممتاز. ترجع في وضعية صعبة. كرة في مناطق كندا. المنتخب الكندي الشجاع تربكة خطيرة ولكن كورتوا يتصدى من جبهته. كوارث في الدفاع البلجيكي. المنتخب الكندي يواصل هجومه. إيمانو باتيجا باتشواي. باتشواي على الطاير لسهلة. سهلة عندي. الفريق الكندي خطير. هذه محاولة خطيرة. سيكاسوي ماذا يعلن هذا الزامبي؟ الزامبي يقول ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي لم يخسر. يسار قلب كرواتيا المغرب. لازلنا في انتظار. كرة في مناطق الفريق الكندي. لامس كاستاني دانتي خارج مكان الى ضربه مرمى. مارينيت وايضا الجيل الحالي. كره خطيره. باتشواي يسجل المنتخب البلجيكي. هسار بينيه والكره من افضل الرشيف العالم. كره خطيره يستحق التسجيل الفريق الكندي ولكن كره بوكانان البراء. شوف الاعاده الدفاع البلجيكي. الدفاع البلجيكي ولا اسهل. الفريق الكندي ما ينقص هذا المنتخب. اللمسه للكره خطيره. ترجع الدفاع التسديد عنكم الكنديين. هذه كره خطيره راسيه بعيده من جوناثان ديفيد. ضربه مرمى للصالح المنتخب البلجيكي. من ميلا في التمرينات. هذه كره خطيره راسيه. جوناثان ديفيد ضيع. جوناثان ديفيد ولم تحصل اي نقطة. كورة خطيرة. هويلت معاه دينتونكير المتابع من ومن السعيد. هنا ما يتقدم يرفع كورة من كبعة. ديفيد كورة ترجع من الديفين. كورة داخل منطقة الجزاء بشكل هذه كورة خطيرة من الاريا. كانت مسات خطيرة. توما مونيي تتحول كورة خارج الميدان. هنا المر. هنا ارتبك يبحث عن التعادل. جون ستون هذه كرة بعيدة.